تعرفوا قدام شنو؟ وقوم يا اخوانا قايل يا هذا الاستاذ انا كويو زين قصر بالجهاز مبلغوا انه احنا ما وجد فقدنا الاثر اخر اثر هنا ومن دماء الشهيد الحر يسفحها على ضفافيه نسقي ما غرسناه أمه لا تجزعي بل وبسمي فرحان فحزن قلبك ضعف لست أرضاه. امتلأ شبابا وقوة، تعلم بعصابة حمراء وسط أبناء الدفعة 47، تقدم الصفوف واختار القوات الخاصة صاحبة الطاقية الحمراء شامة القوات الضاربة. إنه البطل النقيب محمد الحبيب المعروف وسط أقرانه بكمبو. أنا غايب عليك. نحن في خلق الله عسكر ونحن مجبولين سماحة، نحن مليون ميل محبة قبل ما تكون بالمساحة ويانا فرسان المعارك والأسود في أي ساحة، وغيرنا مين بتلقى نارة يوم يدور يرطن سلاحة، ونبقى لما ندور ندمر والجيوش نقبح جماحة، ما بيفيد الغازي ساتر لا وغاية ولا جراحة، والحروب الحروب قالت وصفنا، الحروب قالت وصفنا، الحروب قالت وصفنا، فنجرة وركزة وفلاحة، والعلوم ساعة تفاخر والعلم في أي ساحة، مفخرة ونيشان معالي ويبقى في الميزان رجاحة، نحن كيمياء ونحن فيزياء وفينا قانون الإزاحة، ونحن في علم الأجنة والتواريس في براحة، والكروماتيد بيعرف لأن في الجينات سياحة، ونحن في الجوية قصة، ولأن في البحرية باحة، نحن وحدات التحكم والحواسيب بصراحة، نحن فن في كل حاجة، نحن فن في كل حاجة، والشجاعة في قلوبنا أطلقت غيدة وصراحة، والعقول في العساكر زايدة فوق الناس رجاحة، ودي المنابر نحن فوق بتعجبك فيها الفصاحة، نحن عسكر كاكي أخضر والعيون ساعة تشوفنا بتلقى في شوفتنا راحة. أمسح. ولد الشهيد محمد الحبيب عبد الله كمبو بولاية جنوبي دارفور بمدينة نيالا في العام 1975، والتحق بالكلية الحربية السودانية في أكتوبر عام 1997، وكان من أفراد الدفعة 47 السرية الخامسة. تلقى البطل الشهيد كمبو دورة الصاعقة ودورة القفز الأساسية ودورة القوات الخاصة ودورة الاستخبارات الأساسية وقادة الفصائل وقادة السرايا ودورة مكافحة الإرهاب ودورة القناصة ودورة حراسة شخصية. في أبريل من العام 2012 تجمع مرتزقة الفساد والإفساد من يوغندا وجنوب السودان ودويلات الغرب الفرعون، دخلت بجحافلها تريد دك حصون السودان ونشر نجسها وزرع سموم حقدها في أرض هجليج بولاية جنوبي كردفان. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليضلوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله أكبر. جاء العدو، جاء بدباباته وجاء بعرباته وجاء برجاله، وأراد أن يهزم هؤلاء الإخوة، وأراد أن يهزم هذا الجيش ليتحرك من بعد ذلك إلى خراسان، ويتحدثون عن أشياء كثيرة ويمنون أنفسهم، ويتحدثون أنهم سيصلون إلى الدلنج وأنهم سيصلون إلى الأبيض، ولكن ما هي إلا دقائق وفروا وتركوا قتلاهم. وجه القائد كمال أنهم يريدون منازلة العدو أمام الأنابيب رجل برجل حفاظا على منشآت البترول السوداني. لذا فهم القائد الشهيد أنه لا بد من قوات اقتحام تلتحم مع العدو، فنبذ البطل النقيب محمد الحبيب كمبو وحي القائد اللواء كمال عبد المعروف وقال: ادفع بي أيها القائد فوق حصون خيبر، ضعوني فوق رؤوس الرماح، بعون الله أفتح لكم الباب، إقدام البراء يعود من جديد. يلا نفارق الحلة نجاهد في سبيل الله، يلا نفارق الحلة نجاهد في سبيل الله، غبرنا رجولنا في الله، غبرنا رجولنا في الله، نبي أرواحنا للمولى، نبي أرواحنا للمولى، وفي الفردوس بنتعلى، وفي الفردوس بنتعلى، وفي الفردوس بنتعلى، والله رجنا هناك يمبلى، والله رجنا هناك يمبلى، يلا نفارق الحلة نجاهد في سبيل الله. تحسس البطل كمبو سلاحه وتوارد إليه الذكر الذي يحفظه 114 سورة، وعلى محمد كمبو التلة، وكبر وزمجر أفراد فرقته الخاصة، وكر نحو العدو يسابق جنده متقدما الصفوف. لو جاء خبير إني مت والملاك لي روحي شال، ماني مت وماني مت، لكني سابح في جنة وظلال، يوم ذاك بشر يمه وكورك في ناس عبد وجمال، أن إحنا بالإسلام نهضنا وصرنا في سكة بلال، نبني لسوداننا جنة وجنة ممضود الظلال، تبقى للجيران هدية وتبقى للمحتاج مال، وآخر قولي ليك ماني راجع تاني يمه وما خطر لي بال، وماني راجع تاني يمه وما خطر لي بال. الله أكبر، الله أكبر، تهليل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صعب شعار الغواط الخاصة، إعداد وإرهاب، إعداد وإرهاب، إعداد وإرهاب. شعار القوات المسلحة، الله وعدنا رسول الوطن يا سبيل، الله وعدنا رسول الوطن يا سبيل، الله وعدنا رسول الوطن يا سبيل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا اليوم هو يوم حمد وثناء لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، وبفضل الله تعالى وبقوته وبعزته أن أكرمنا بهذا النصر المبين. الله أكبر، هذه المعركة الفاصلة، هي هذه المعركة الفاصلة في هذا الموقع، موقع الشهيد زكريا. الله أكبر، ونحن إن شاء الله من هذا الموقع، ونحن إن شاء الله من هذه القوة، قوة القوات الخاصة السودانية، بنهد النصر للشعب السوداني.
التحم البطل وأعوان الباطل المزعورون، فأعمل فيهم قتلا وتقطيعا ونارا لم يشهدوا مثلها، فانقشعت وجوههم وبطل سحرهم وانهارت تشكيلاتهم وصفوفهم، وزلزل الأعداء تحت ضرباته القوية، وتوسدت الأرض منهم في الهجمة الأولى وحدها 54 قتيلا، ومنع التخدير أن تسيل دماؤهم الفاسدة كثيرا على الأرض الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أنزلنا هذا المنزل وصدقنا وعده وأنزل الأحزاب من بعده. الحمد لله إنه ربنا مكننا من صد القونة والمرتزقين والمارقين، والحمد لله إنه ربنا مكننا من هزيمتهم، شر هزيمة وقتلهم وتشريدهم، وهذا كله بفضل ربنا وبتماسك أخواننا في القوات المسلحة، وربنا يعينهم دوما وأبدا على الوقوف في مثل هذه الظروف. كبر القائد كمال من خلفه يستقل الثغرة التي فتحها البطل محمد الحبيب كمبو وإخوته، فيدخل فاتحا بحمد الله ونصره المبين. لم ينادي القائد في جند الحبيب يسأل عن قائدهم، فما وجده من جثث العدو وآثار العراك والنار يدل يقينا على ذهاب الفدائي شهيدا. يقف الجندي أمام القائد يروي قصة الشهيد فيقول: منعني وأخلاقه من أن أجهز على أحد جرح العدو، فلما تقدم قليلا أطلق عليه ذلكم الجريح الهالك النار. فذهب الحبيب يختم إقدامه وبطولته وفداءه بالسماحة والخلق النبيل. نهدي هذا النصر إلى جميع الشعب السوداني، ونطمئنه من حجليج أو من منطقة حجليج بأنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل الحقوق هتكون في أيدي أمين إن شاء الله، وطالما القوات المسلحة بخيرها وبسلامها إن شاء الله دوما وبعزتها دوما هتكون السودان في أيدي أمينة إن شاء الله. ونسأل جميع الإقوى أو جميع السودانيين بأنه يرفعوا الأكف لله تضرعا لله، إنه ربنا يحفظ وطننا من هؤلاء القونة، هؤلاء المارقين، هؤلاء الزنادقة، وكما إنه ربنا نصرنا عليهم إن شاء الله ربنا يعني طالما عنهن بقلب واحد وفي دين واحد إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا حينصرنا عليهم ديما، وأنهنا ما حنبارح هذه النقطة إن شاء الله أبدا إلا أموات إن شاء الله. تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيدة، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. ونحن إن شاء الله على مشارف حجليج، وندخلها بقلوب قوية ثابتة راسخة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله سنريكم ما يعز البلاد وما يعز الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، ويهزم الكفر والكفرة المشركين إن شاء الله سبحانه وتعالى. شاف شنو؟ شاف رتبة عسكرية في العمام، كان طوالي عمل ستوب، هنا طوالي قائد التيم بتاع الجنسي عمل ستوب بتاع الأسر، دس الأسر عمل ستوب وارتكز التيم واستنى شوف الحاضر شنو هنا، كان طوالي عمل لي علامة إنه شنو؟ كده وكده معناه شاف ليه شنو؟ رتبة عسكرية، رتبة شنو رايد؟ إنه شاف ليه رايد في العمام، رايد في العمام طوالي ده ذهب الشهيد محمد الحبيب كمبو وهو يفيض شبابا وخلقا وقرآنا وشهادة تعمر ذكراه الديار، ويدور كوكبا زاهرا ينير سماء السودان وهجليج. ألا رحم الله الشهيد محمد الحبيب عبد الله كمبو.
أيها الرعديد، أيها الرعديد، زد في القصف دون واتمادة. أنت قد دونتنا حتى مغيب الشمس، هل لك من زيادة؟ قسما نغلظه إن زدت زدناك عنادة، قسما نغلظه لا نبرحنها إلا لعز النصي أو نيل شهادة. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا لو ألفنا المدفعية وعشقنا القصف واشتغنا صفير المروحية، فلسنا بعهد الصدق وأقسمنا أن نحمي القضية. ما علينا، ما علينا أن فنينا دون أن نرضى في الدين الدنية. ثم ماذا، ثم ماذا بعد هذا لو جمعنا صفر صبرا على ياسر وانتشرنا في سنايا الغاب شق صمت تكبير الحناجر، وأتى جبريل فينا لجنود الحق يحدو البشائر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن جيش عنده قيم وعنده أخلاق وعنده موروثات وعنده تقاليد، ما كنا دارين ننصرف لتفاهات ولحماقات ولاساليب بتاعت ارتزاق وعماله، لكن ان شاء الله تكون دي الصفحه النقلبه لحد النهايه. نحن دايرين اهلنا هنا في المنطقه دي وفي السودان كله ينعموا بالامان وينعموا بالاستقرار وينعموا بالتنميه وينعموا بالرفاهيه، لكن النازل هم معاهم الناس اللي بيسيروهم ومعاهم اسياد، لكن احنا معانا الله رب العالمين. وإرادة الله فوق إرادة الكل، مهما حشدوا ومهما جمعوا ومهما تعاظمت علينا الامور، ان نصر الله قريب ان شاء الله. ونحن ما بنقول يا جماعه الا حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا يا جماعه المعركه دي لانها معركه فاصله ومعركه نهائيه عدينا لها اعداد كبير. ومن دماء الشهيد الحر يسفحها على ضفافيه نسقي ما غرسناه، أمه لا تجزعي بل وبسمي فرحان، فحزن قلبك ضعف لست أرضاه، أمه لا تجزعي فالحافظ الله، إنا سلكنا طريقا قد خبرناه، عشقت موكب رسل الله فانطلقت روحي تحوم في آفاق رؤياه، أمه لا تجزعي فالحافظ الله.